اليوم سوريا هي أصبحت قضية العالم للأسف الشديد. العالم يبحث عن مصالحه في سوريا وتناسى بقصد أو بدون قصد. المصلحة الأساسية هي الشعب السوري ومعاناة الشعب السوري. متأملين تكون خطوة خير وإن شاء الله يتبعها خطوات بإذن الله نحو توحيد الصف حقيقة. احنا كمكون عربي يتعرض وجودنا لخطر حقيقي، وذكرت انا بكلمة سابقة وجودنا الديموغرافي، وهذه مشكلة كبيرة، لكن بإذن الله بجهود كل من حضر وكل من هو غائب ومحمل أمانة لمن حضر لن يمر هذا الأمر بإذن الله، اللي هو الأمر الخطير وهو التقسيم لجزء عزيز من وطن عزيز ألا وهي الجزيرة السورية. سوريا عانت 50 عام من الاستبداد من نظام البعث ونظام الأسد. بعد أن تحررت تلك المناطق من الاستبداد تفاجأنا باحتلال جديد وبقوى إرهابية اسمها داعش. اليوم بعد 4 سنوات بالتأكيد تم تحرير قسم كبير من هذه المنطقة الشرقية التي هي تعتبر 3 محافظات: الرقة ودير الزور والحسكة. نحن ماضين في مشروع تحرير من تلك القوى الظلامية. هناك ما يسمى في سوريا القبائل، هذه المنظومة الاجتماعية عمرها مئات السنين. هذه المنظومة هم من يشرفون عليها، هم من وجهائها، هم من شيوخ القبائل والعشائر في المنطقة. دعيناهم نحن كتيار سوري ودعاهم السيد أحمد الجربة للتشاور في المرحلة القادمة وماذا سيكون دورنا كسوريين وماذا نريد كسوريون في المستقبل في تلك المناطق المحررة. طبعا الشعب السوري لا يوجد في الأفق أي مشروع تقسيم في سوريا بالمطلق. نحن نسعى للحفاظ إلى وحدة سوريا أرضا وشعبا. أهم التوصيات اللي طلعنا بيها النهاردة من الملتقى؟ التوصيات بالتأكيد سيكون هناك مؤتمر صحفي وسنخرج بلجنة متابعة، وبالتأكيد الهدف الأول والأخير من هذا المؤتمر هو للحفاظ على وحدة سوريا. ممكن نشوف الفترة الجاية تواجد للقيادة المصرية جانب القيادة السورية لمناهضة الموقف؟ نحن نرحب بدور فاعل وأكثر فاعلية لمصر في حل المشكلة السورية وحل بقية المشكلات العربية، وهي بدأت مشكورة بالسير على هذا الطريق. وتمتلك مصر مثل ما قلت أيضا إمكانية إنشاء نظام إقليمي عربي، وتمارس دورها كأكبر كقوة إقليمية كبرى، وسابقا هي عاشت هذا الدور في مرحلة الستينات والتي كانت فيه القاهرة هي قبلة السياسيين والمثقفين والنخب العربية.